تمكنت أمن ولاية تيبازا متمثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية فوكا من الإطاحة بشخصين يحترفان التجار غير شرعي بالمخدرات. العملية جاءت بعد استغلال معلومات وردت إلى نفس المصلحة، أين تم تسطير خطة أمنية محكمة مكنت من إيقاف سالفي الذكر. بعد تفتيش 3 مساكن مستغلة من قبل المشتبه فيهما، تم حز ما يلي: 6 صفائح من المخدرات من نوع القنب الهندي يقدر وزنها بأكثر من 500 غرام، أسلحة بيضاء من الصنف 6 و5، دراجة نارية محل سرقة، مفاتيح خاصة بدراجات نارية تستعمل في عملية السرقة، مبلغ مالي يقدر ب 21 مليون سنتيم من عائدات ترويج، 4 هواتف نقالة